من العين، تحمي المنازل والأرزاق، تبعد الحسد والنحس. الخرزة الزرقاء عادة شعبية قديمة لا تزال حاضرة حتى يومنا هذا. أشخاص كثيرون جعلوها قلادة ووضعوها داخل بيوتهم وسياراتهم، إيماناً منهم أن حجراً بلون الفيروز الأزرق يقيهم من العين الحاسدة. الخرزة الزرقاء في عندك كفوف تجي هالحجم هذا، وفي منها مع تتعلق على الباب البيت أو على الحيط، يعني في أشكال كتير، في هيك هدول أشكال زبدة، في هيك بيجوا الكفوف هدول، في هدول عيون، في هيك قلب بيجي في عين دبل من هون ومن هون، في أشياء. في عندك هدول الأسوار البيبي، هي أول ما بيخلق الولد بيلبسوا إياها، وفي عندك هدول التعليق كمان أول ما بيخلق الولد بيحطوا لها على الأواعي، يعني مشان إنه مشان العين، يعني إنه ما ينحسد من العين. يعني ومع انتشارها الواسع في جميع البلدان، إلا أنه لا يوجد تاريخ محدد لأصل الخرزة الزرقاء، فقد عرف المصريون القدماء اللون الأزرق ومدى إبطاله للحسد، وذلك عن طريق عين حورس، وهي عبارة عن شعار موضوع بقلادة يتزينون بها. وعرف الفينيقيون العين الزرقاء، فكان من عاداتهم وضع الخميسة على أبواب المنازل درءاً للعين والحسد. الآراء الشعبية متفاوتة بين مرحباً بوضع الخرزة لما للون الأزرق من قدرة مغناطيسية على جذب النظر وامتصاص الطاقة السلبية الصادرة من العين. المعروف عنا أنه منحطها من شان العين، خاصة الطفل بحب حط له خرزة زرقاء، ما بعرف هيك يعني معتقداتنا ومن جدادنا ومن أماتنا وأبونا أخذنا هاي العادة. منيحة تحمي من العين. الخرزة الزرقاء هي معتقد ناس بتحبها كأكسوار مثلاً أو أحجار كريمة، ناس بتحبها أنه بترد العين، مثل وقت بيجي الطفل الصغير نحط له خرزة زرقاء، وهي عبارة عن أحجار كريمة حلوة وكأكسوار كتير مرتب، هي مطلوبة جداً بالأسواق، فهي قطعة مميزة بعتقد وحلوة. وآراء أخرى لا تؤمن بنجاعة هذه الخرزة على قاعدة أن الله وحده هو الحامي. أنا ما بعمل فيها مشان السحر والعين، واللي عينه زرق وسنانه فرق بصيب بالعين، هذا كلام فارغ لهم. الخرزة الزرقاء بيحطوها للولد الصغير، نحن على أساس منصير قد ما منجعكوا بيقوم بيمرضوا وصابوه بالعين، ويكون جعكينه كثير للولد الصغير قد ما يكون حلو، يعني إذا كان الخرزة الزرقاء لا كذب وكذب وعلاك مصدي وعلاك مصدي. الخرزة الزرقاء هي معتقد قديم بيعتقدوا فيه انه كان بيحمي من العين، بس يعني انا مو من الناس اللي بتآمن بهي الاساس، فالمعوذات انا برأيي احسن من الخرزة الزرقاء. رغم ما يشهده العالم من تطور وتقدم، الا ان الخرافات والعادات القديمة ما زالت موجودة وبكل قوة على الساحة. الخرزة الزرقاء، وما أدراك ما الخرزة الزرقاء؟ تشفع تنفع، تقي تمنع، الله وحده المرجع.